توصف هاي للسقوط وكل مياه جوفيه وما تعرف بياله احنا يوقع على مره لو على طفل يقتلها لو على موظف. وهنا عندنا مكان بديل ونريد نشوف ليش معطلين يعني شنو صار لكم شهرين ثلاث اشهر واحد يروح منا واحد منا صحت ما بيت. راح اراويكم بالملموس هذا المستوصف شنو وضعيته وشنو موضوعه وشنو الفساد اللي يدور حول هذا الموضوع وحول هاي الشغله بالضبط. طيب هذا السكتينك هذا صور لي هذا السكتينك وامشي لي امشي لي تعال امشي هاي امشي لي مياه جوفية تعال لي شوف هاي مياه جوفية مصف بياه لحظة ما تعرف يوقع على الموظفين على الأطباء على الناس المراجعين والعالم هناك مكيفين واحد يروح منا واحد يجي منا صحة بابك شوف هذا باكر مقطع فيديو مقدم للمحاكم محاكم العراق والمحاكم الدولية تفضل نريد نشوف شنو الفساد ما نخلص منه تعال جوا تفضل هذا مختبر تعال تعقب للمختبر شوف هذا مختبر صور لي اياه كهرباء ما بي صار 10 ايام طفت اجت طب مطرات الدينية صار بتماس كهربائي تعال شوف هذا مختبر مال الدولة الصدر يومية 5 مليون برميل نفط وينكم الفاسدين وينكم يوم تخلص منكم كلاب ودي الكلاب شوف هذا مستوصف هذا دا وقع على موظفين 7 من 8 ومات واحد منهم تغلطون تفضل تعال صور لي هذا شنو هذا؟ مختبر تفضل هذا مختبر الله يقبل محمد هسه احنا من يعني من دون هاي الدول ليش؟ تعال وقف هاي الغرفة حجي نوصفك حجي تعال شوف هاي الغرفة مال المستوصف اللي اللي معاندين صحة باب اللي نفتهم يا فاسد قاعد يشتغل ضد مدينة القاسم تفضل هاي غرف مال 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 دائرة بها موظفين محترمين هذا كاحترام للموظفين هنا في مدينة القاسم اريد نفتهم ليش؟ تعال تفضل هذا مكان مال عمل هذا صور لي هاي ابو كهرباء تفضل هذه الرطوبة هنا واصدينها تفضل صور هاي كلها مفلشة شوف يلا امشي هسه راح نروح للمستوصف المقترح ان يكون بديل لهذا المستوصف لان هذا المستوصف عندنا مشروع به قد يكون بناء مستشفى بمشروع خيري للمستشفى ولادة واطفال ونخلي جناح المستوصف القاسم هذا المستوصف طبعا يقدم خدمات الى 200 اكثر من 200 الف انسان هذا المستوصف هسه شفتوا الاي للسقوط راح انقلكم للمستوصف المقترح واللي صار اكثر من شهرين صحه بابل قاعده تماطل اريد نعرف يا فاسد اللي مأخر هذا العمل ويريد يدمر مدينه القاسم ويريد يسقطها ويسوي لنا مشاكل بهاي المدينه يلا الان احنا يم هذا المستوصف المقترح هننقل المستوصف القاسم للمتهالك الى هذه البنايه وراح اراويكم البنايه وشنو السبب وشنو مشكلتكم ليش ما تدخلون المستشفى؟ هذا المستوصف لهنا لما يوقع على الناس لما يوقع على الموظفين طبعا هسه احنا دخلنا للمستوصف المقترح وراح تشوفون بنايته واتفقوا ويا بالعماره وبالعماره دبل اكثر من 250 مليون قطع المكان وسواه بالضبط صار لكم شهرين ثلاث اشهر واحد يدفع على واحد اريد نفتهم شغلتكم شنو؟ عم احنا متظاهرين وكشفنا كل اوراق عندنا ملفات مستشفى القاسم فاسدين قاعد يردون بس يردون يدمروها المستوصف اكو ناس مستفادين بيروقراطيين ونعرفهم واحد وين راحوا وين اجوا صدقوا بالله احنا المتظاهرين ولدت عندنا شباب الان تراقب موجودين موظفين ويراقبون كل حركاتكم وكلها قاعد توصلنا اول باول تعال شوف صور لي الدنيا صور هاي الغرف عايزه هاي البناية الحلوة وين؟ وذيك البناية التعبانة وين؟ تفضل. الله يجزيك. تفضل. شوف. مطعم. 30 غرفة مرافق، مختبرات، غرف محترمة، يجي شوف تفضل هاي صالة للمراجعين، للنساء الحواميد، للأطفال، تفضل. هاي صالة. هاي عندنا جناح كامل للإداريات، تفضل. هاي غرف بين مختبر وش رادوا؟ على ما طلبوا مستوصف القاسم ايش طلبوا وطوا الخرائط وسواها على ظهرها تفضل انا ناشد كل شريف ان ينقذ مدينه القاسم من الفاسدين وشكرا اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام بحلقه جديده من برنامجكم اليومي صوتكم. الفيديو اللي ظهر بعد تتر البرنامج او شارة البدايه هو لمواطن من اهالي قضاء القاسم في محافظه بابل
مثل ما شفتوا الفيديو يتحدث بدون ما نشرح. الفيديو يحكي عن حال مستوصف وحيد، قضاء القاسم بمستوصف طبي وحيد بفيضان لمياه المجاري، حيطانة واقعة، المركز آيل للسقوط، أكو مستوصف بديل مبني حسب المواصفات والمقاييس اللي نطتها المحافظة، لكن أكثر من شهرين ما حد يرضى ينقل المستوصف إلى ذلك المستوصف. أيضا المستوصف القديم أكو بمكانه مشروع إلى مستشفى، فالفساد اللي موجود بالعراق، يعني أنتم تشوفون الشعب العراقي الظاهر وقام بثورة اسمها ثورة تشرين ضد هذا الفساد اللي أنتم به، فإلى متى تبقون بفسادكم؟ هذا واحد من الناس اللي وثقوا بعض الحالات، هاي حالة من الحالات اللي وثقت، لكن إيش قد أكو حالات أخرى؟ هذه حالة واحدة من الحالات اللي من المفترض أنه الحكومة أول شيء تهتم به هو صحة الناس. أصلاً هو المستوصف هذا اللي ظهر هسه بالشاشة هو هذا من كان موبوء بالحالة اللي هو بيها، وفيضان مياه المجاري والروائح الكريهة والمياه الآسنة، هو مكان موبوء. شلون تعالجون به الناس؟ شلون تحافظون على صحة الناس وإحنا أصلاً في وقت بفيروس، فيروس لحد أنا عالم مدى تلقى له علاج؟ لا أنتوا اللي وقفتوا الحدود وخليتوا الناس ما يطبون للعراق من البلدان المجاورة حتى تحدون من انتشار الفيروس، ولا أنتوا المهتمين بصحة الناس، ولا أنتوا المهتمين بالإجراءات الطبية، ولا أنتوا المهتمين بالمواطن العراقي، ولا مهتمين برأيه. أدري صار له 6 أشهر يظاهر قدامك ويقول لك أنا ما أريد هذا الفساد، إلى متى؟ زين أي مسؤول من المسؤولين الموجودين بالحكومة يرضى يتعالج بهيك مستوصف؟ أي مسؤول موجود بالبرلمان ولا برئاسة الوزراء ولا برئاسة الجمهورية هو ولا عائلته ولا ولد عمومته يرضى يروح يتعالج بهيك مستوصف واقع ومنتهي وخربان؟ حلقة اليوم راح أتكلم بها عن أوضاع المعتقلين نتيجة انتشار وباء فيروس كورونا، وأيضا الفساد الحكومي. هذا الفيديو اللي بدينا به البرنامج هو لأجل معرفة الناس بحلقة اليوم. أي شخص يحب يتصل بينا، أرقام البرنامج تظهر أسفل الشاشة، أتمنى تتصلون بينا وتعطونا آراءكم. أيضا أي شخص ما يقدر يتصل بينا، عندنا رقم الواتساب راح يظهر على الشاشة أيضا، يقدر يبعث لنا رسالة، أتمنى تكون رسالة متبوعة باسمه ومكانه حتى نقدر نقراها إلى الناس. فإذا هذه معاناة قضاء القاسم مع وزارة الصحة، وزارة الصحة اللي هي المعنية رقم واحد بصحة الناس، المعنية رقم واحد بالحفاظ على حياة الناس، المعنية رقم واحد بعلاج الناس. فهو ده يقول لك أنا عندي مكان بديل، أنا ما أريد منية منك، أنا كل اللي أريده أنه تعطي الأوامر بنقل المستوصف من المكان القديم إلى المكان الجديد. لكن شهرين وماكو أي مجيب، ليش؟ يعني شهرين المواطن ينتظر من عندك يقول لك أنا عندي مكان بديل، والمواطن بقضاء القاسم يقول لك أنا عندي مكان أطب له. وإذا تلاحظون وراء الرجل الشايب أكو عائلة دا تفوت، عائلة ورجل وزوجته وشايل طفل بإيده دا يفوت دا يتعالج. يعني هسه إذا تركزون راح نعيد هالصورة مرة ثانية. بعد الرجل اللي صور الفيديو دخل الآن، رجل وزوجته وشايل طفل بإيده. زي أنت ما خايف على هذا الطفل؟ ما خايف على حياة هذه الناس؟ ما خايف على حياة المرأة؟ ما خايف على حياة الرجال؟ ما خايف عليهم أنه إذا وقع عليهم شو راح يصير؟ أكو هواية أسئلة تنطرح بهذا الفيديو. هو ما طالب من عندك تبني له لأنه هو باني، ما طالب من عندك تطيه منحة مالية لأنه المكان موجود، ما طالب من عندك أنه تجي تصرف عليه لأنه هم أنا أكو بديل. هو كل اللي يريده من عندك أنه تقول له أنقل. يعني هذا هو، أرجع وأسأل نفس السؤال، هذا المكان اللي طالع هسه أي مواطن عراقي يقبل يروح له؟ بس الناس اللي موجودين بقضاء القاسم رايحين له لأن ما باليد إشارة، ماكو غيره. فالسؤال اللي ينطرح إلى المسؤولين، 6 أشهر المتظاهرين يتظاهرون،
ست أشهر المتظاهرين قاموا بثورة ضد الفساد، ضد المحاصصة، ضد عمليات بيع وشراء المناصب، ضد كل شيء أنتوا بنيتوه. ست أشهر وهذا صار لشهرين على نفس الحال. زين، هذا مشروع وباقي المشاريع اللي تهم الناس. عندنا اتصال من العاصمة بغداد، أبو طه، حياك الله أبو طه. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أستاذ، بالنسبة هاي الحكومة إحنا خاسين إيدينا من عندها. نعم. المستوصف اللي طلعوه هسه في قضاء القاسم. نعم. يعني بالثلاثينات سنة 1930 ماكو هيك شيء. نعم. ماكو هيك بناية. زين، وحكومتنا ملتهية، جيب رئيس وزراء ودي رئيس وزراء نقوم هالشهر. زين، واحنا المرض ما كنا وحجر منازلنا وهم ملتهين بالفساد مالهم وبالسرقة. زين، وما حد يفكر بالشعب، اذا مات ولا عاش الى اكل الى شرب، من يفكر بالشعب؟ ملتهي رئيس وزراء ترى كل دول العالم، بلد ست اشهر ما بي رئيس وزراء. زين، العراق خلى من الشرفاء اللي يقدرون يقودون هالبلد هذا. وانا اقسم لك بالله العظيم، زين، اليوم الايرانيين اليوم الايرانيين يتجولون في منطقه الاعظميه ولزموهم قوات الامن وحجرهم مركز الاعظميه. زين، يعني هاي شوف عيني، انا شفتها اليوم، شلون دخلوا الايرانيين الى منطقه الاعظميه. نعم. زين، حذر على العراقيين والايرانيين يتجولون ببغداد ولا اكو شيء. نعم. شلون موافقة الحكومة؟ مو قالت سدينا الحدود، بعد ما حد يطب ويطلع، ذولا شلون طبوا؟ وين الحكومة العاد؟ نعم. بس اريد افتي من يريدون من عندنا، بدون يقتلونه، وما قتلونه، يعني مو بدون يقتلونه، قتلونه. اقعد ببيتك واسكت، لا راتب لا مسواق لا كل شيء ماكو، اقعد ببيتك واسكت، خلنا نطلع برا وهو الموت واحد. وانا اشكرك. شكرا، شكرا لك ابو طه. من الكويت سعد، حياك الله يا سعد. حياك الله والدوم يا أستاذ يا محترم. أولا نتساءل بحرية رأي ديمقراطي، وننبه وننوه للبرلمان والحكومة أن المعتقل والمحتجزين يعني يجب معاملتهم معاملة حسنة، ويجب علاجهم واجب وطني وإنساني يا أستاذ. والظلم والنسامة تريد حل الإشكالية والمشكلات الصحية والبيئية. كذلك يا أستاذ إحنا بعد نشعر بقلق، غير مرتاحين من كثرة الفيروسات عندنا أيضا. نعم. أنا لكلمة لدقتني قاروصة أو بعورة تارونة يا أستاذي، بيدي اليسرى وقدمي. وآخر الكلام تحياتي لك وللبرنامج وللقناة. شكرا 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 لك أخ سعد. بالنسبة إلى المعتقلين أخ سعد، اليوم قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين أصدر بيان في خص المعتقلين، وحذر في بيان قسم حقوق الإنسان بهيئة علماء المسلمين في العراق من تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة داخل سجون الحكومة بالتزامن مع تفشي وباء كورونا. تقرير طالب المنظمات الدولية ومنظمة الصحة العالمية بالتدخل العاجل للحد من المعاناة التي يعيشها المعتقلون في السجون الحكومية والمغيبون، والذين يقدر أعدادهم بمئات الآلاف من المحتجزين. والتقرير أوضح نقلا عن المسؤولين في قسم حقوق الإنسان بالهيئة أنه في ظل الانتشار السريع لوباء كورونا القاتل،
فإن السجناء بالعراق هم الفئة المجتمعية الأكثر عرضة لهذا الفيروس، وشدد على وجوب وصول الخدمة الطبية الضرورية والكافية إلى جميع المعتقلين، والسماح للمنظمات الإنسانية غير الحكومية التي يمكنها تقديم مثل هذه الخدمة بالوصول إلى مرافق الاحتجاز دون استثناء. ولفت التقرير الانتباه أنه أكو كارثة جديدة راح تحل بالسجون الحكومية المعلنة إذا ما انتشر الوباء وأصيب الآلاف من المعتقلين بظل الوضع الصحي المتدهور داخل هاي السجون. هذا كان اليوم تقرير إلى هيئة إلى قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين. هذا التقرير أيضا في إحدى نشرات أخبار كان اتصال مع المسؤول عن قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، وأكد أنه إدارات السجون تتعمد التعامل بهذه الطريقة، تتعمد غض الطرف عن ما يحتاج السجناء والمعتقلين، تتعمد الإساءة لهم، تتعمد أيضا عدم اتخاذ الإجراءات السليمة والصحيحة للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا. أبو زكريا من كركوك حياك الله. الله يحفظك أسد ابن الأسد حبيب قلبي. نعم ألو قول عمي قول تعال الهوى. أنا هذا مسمي أنا مسمي أسد ابن الأسد على رأسي وحبب القرآن الكريم وانت في حق العراقيين وانت شريف الصحة والعافية يا رب. الله يحفظك يحفظ حياتك إن شاء الله. هذول يعني هذول السياسيين اليوم كتلونا من الجوع يا ابن أسد والقرآن العظيم من يطلع سجناء من يطلع أبو عام عن المساجين هذول الفقراء من يدي مرض غذائية على المساكين يا حبيبي العزيز والقرآن العظيم أمشي من أبني من أبني السياسيين يتعبون العراقيين يطلعوا السجناء يطلعوا مرض غذائية يا أبني العزيز العراقيين انت بالقرآن العظيم يا حبيبي بالقرآن الحسن احنا كينا ندخل القطاع ما نقدر نطلع بالشارع ولا نشتغل ولا أي شيء وبعد ما ساعدنا العراقيين انتهوا ابن أسد والقرآن حتى الجبال ندور عليهم الناس في الجبال ما بقى اشعلنا لا مواد غذائية ولا أي شيء يا ابني أسد والله العراق انتهى والله العراق انتهى من وراء هذول السياسيين الكبار الإيرانيين العجب الله صلتهم علينا هذا رئيس حكومة ما يخافون من الله من الله ينتقم منهم دعا ربي ورسوله وإن العراقيين كلهم يدعون عليهم أبي يستنى يجينا غير هذول السياسيين يا أبي أسد والله العظيم أنتيت بالقرآن أنتيت العراقيين والقرآن العظيم اليوم دور على خبز يابس أخلي بالمي أنا أصبر أخلي بعد بالله العظيم إني أسد بالقرآن العظيم بالقرآن العظيم ما أحبنا يعني سياسين ونصدر منا على دينهم منا على رب ومن سياسين جابونا نزحين بالحمد الكبار الكبار نحن كلاب وكلاب جهول علينا الله وقلنا لا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر نعم شكرا 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 لك أبو زكريا ودموعك غالية علينا وعلى الشعب العراقي. بعد أم علي من عاصمة الرشيد بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. عليكم السلام والرحمة والإكرام أختي تفضلي تعال الهواء. يعني اهتممت موضوعكم الحلقة على مود النظافة والتجمعات صح ولا؟ موضوعنا احنا عن الفساد الحكومي فيما يخص المشاريع اللي تهم المواطن وأيضا إجراءاتها بخصوص انتشار وباء فيروس كورونا مع الشعب العراقي.
الان احنا على مود المحتقنين، يعني هم لا يهمهم هذا الشيء. نعم. زين يقولون لا ماكو تجمعات ونظافه وهاي، زين هم المحتقنين كل يعني 100 شخص او 200 شخص بكم واحد. نعم. يعني هذا الشيء ما يهمهم اذا انتشر هذا المرض، دول المحتقنين عندهم عادي يصير بهم هذا المرض ويموتون. نعم. اي زين ليش هم ليش ما يعطون يعني عفو عام؟ شنو اللي يمنعهم؟ كل الدول انقطعت عفو عام، ليش هم يعني ما جاي يعطون هذا الشيء؟ ليش ما ينفذونه؟ نعم. واحنا نطالب بالعفو العام، يعني هسه احنا عندنا يعني 4 معتقلين ومحكومين ومرضى، يعني لو صار شيء من راح يتحمل مسؤوليته؟ نعم. اي احنا على مود هاي يعني نطالب منهم بالعفو العام وتراجع عن المعتقلين. نعم. شكرا شكرا لك اختي العزيزه. ام ازهار من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. حييك وحي هاي القناه العظيمه وعامليها. اما بالنسبه للمستشفيات، المستشفيات الموجوده بالعراق يعني من 2003 الى هذا اليوم كل اللي اجوا هذول السخفاء اللي اجوا ماكو وزير اجى صلح، لا وزير صحة، لا وزير تعليم، لا وزير تربية، لا وزير يعني صناعة، ماكو الوزراء ملتهين يبوقون هذول اللي يجون كلهم كلهم اللي اجوا الفاسدين يبوقون، ما يصلحون لا مستشفيات ولا أبد، بعد تريد هذا اللي طلعتوه مستوصف بقرية هي العاصمة عايش بمستشفياتها، بعد بعد المحافظات والقرى شو صايره ما ادري، يعني ينفع لها ينفع لها اصلا، لان هم ملتهين هسه يتعرفون على الكراسي، ملتهين ملتهين لا لا يجيهم واحد ياخذ الـ ياخذ الـ الـ نعم يعني يستبدهم او او يعني من هالاشكالات، هم طول ما هم منتمين الى ايران، طول ما ايران تتحك بهم احنا ما راح يصير لنا شاره، احنا شارتنا واحنا دعائنا واحنا واحنا ولائنا هسه كله للمتظاهرين، الله يحميهم، الله يحمي العراق من هذا البلاء اللي اجانا، هذا البلاء من رب العالمين اجى، رب العالمين ما راضي على البشريه كلها، كلها مو بس العراق، كلها ما راضي عليها، ابو حسن في نفاق ودجل اكو واحد يقول ما عندي رصيد. نعم 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 تفضلي. اي اي ف ف ف ف يعني فاحنا ننتظر ان شاء الله الله يخلصنا من هالوباء والله ينصر المتظاهرين اللي هم راح يحررون هذا البلد، واحنا ننتظر منهم الامل، ما ننتظر من هذا راح يجي لنا فلان وعلان، واذا اذا تجي على هذول اللي يقولون يعني هذول خلية الأزمة، هذول خلية الأزمة ايش يسوون هذول؟ نعم. ها يضحكون على نفسهم هذول، يعني أنا أتعجب على كل يخلون خلية الأزمة ويخلون الهيئات ويخلون ما أدري شنو كلها كذب، يقشمرون على الناس كلها يكذبون على أفكار العراقيين المساكين، الناس القاعدة ببيوتها تموت من الجوع، الناس قامت تتعاون نفسها بنفسها، الناس قامت الناس تتعطف عليهم، والحكومة منتهية تبوق منتهية تخليها لازمة بال كراسي مالتها ومنتهية تتعارك على الكراسي حتى يقعدون، وأما يطلع النور المالكي ويطلع الحكيم ويطلع هادي العامري والتقوا فلان مكان وراحوا فلان مكان، ولكم استحوا شوية على نفسكم، بكتوا لما انعجزتوا، قتلتوا لما انعجزتوا، نهبتوا لما انعجزتوا، سويتوا الطائفية لما انعجزتوا، كافي ما تستحون، ما عندكم حياة، ما عندكم مبادئ، ما عندكم أخلاق، إن شاء الله أنتم عوائلكم في جهنم وفي كورونا، وأنا أشكرك. شكرا شكرا لك أم أزهار. طبعا الخبر اللي اثار حفيظه البرنامج هو ما كشفته وكاله الانباء الايرانيه عن قيام ميليشيا الحشد بعمليه تعقيم لشوارع مدينه قم الايرانيه جنوب طهران بايران، والوكاله نشرت صور
إلى مجموعات من عناصر ميليشيات حشد المدعومة من طهران بلباسهم العسكري وهي شايلة الرشاشات، وتقوم بعملية انتشار واسعة بمدينة قم من أجل تعقيمها ضد فيروس كورونا للحد من انتشار الوباء بإيران. بينما أكو 500 طبوا للموصل وما سووا فحوصات، يعني اللي بقم يهم الحشد الشعبي بس اللي بالموصل ما يهمه، يعني اللي بقم يهمه مصلحته وصحته وحياته بس اللي بالعراق ما يهمه. يعني بدل ما تأخذون رشاشاتكم وتروحون إلى إيران، سؤال إلى الحشد وإلى المتظاهرين وإلى الناس، يعني الحشد الشعبي من يطلع يعقم بقم زين العراق وين؟ عقموه، عفروا شوارع بغداد، قاموا بإجراءات لتعقيم المدينة، سووا إجراءات صحيحة للحفاظ على حياة الناس. شو الإيرانيين لحد الآن موجودين وديطبون إلى العراق، فيديوهات على قناتنا اليوم طلعت، هم موجودين بالنجف والشرطة بصفهم. وساعدنا متصل أبو طه من بغداد يقول أنا شفتهم بعيني بالعظمية قاعدين يتجولون ولزمتهم الشرطة بالعظمية، شو وصلهم ليمنا للعظمية ببغداد؟ السؤال هنا يعني الحشد الشعبي ولا الحكومة ولا البرلمان ولا أي واحد بيهم؟ أنت لما تروح تعقم لبيران زين وبلدك ولد بلدك. أبو محمد من بغداد ويانا، حياك الله. السلام عليكم، شو وقت أستاذ رفل؟ حبيب قلبي، هلا بيك أبو محمد. والله أستاذ رفل، أول شيء إحنا نقول تحية ونقرأ سورة الفاتحة على المتظاهرين الأبطال الشهداء وشهداء العراق من 2003 ولحد الآن، والخزي والعار للخونة والجواسيس والعملاء الحفنة والعصابات والميليشيات اللي جوية أمريكا اللي فاكين عينهم بس على المال، ما شايفين يعني ذولا جو من الشوارع وجابتهم أمريكا ونصبتهم على العراق. ها أستاذ رافائيل، نعم، فما يستحون والله يا أستاذ رافائيل، لا يستحون، لأن الناس من الشوارع جابتهم أمريكا، ومع الأسف أكو ناس يسمونهم حكومة، فحرام واحد يسميهم حكومة. هاي هيك شكولات عصابات مافيات قتلة مجرمين، مو حكومة، عصابات. وإلا الحكومة لازم يبنوا لهم مستشفى، يبنوا لهم، يبلطوا لهم شارع، يبنوا لهم فندق، ماكو، كله نهب وسرقات وقتل وخطف. وهاي المساجين أكثرها المساجين كلهم أربع أرهاب، كلهم أبرياء، خذوهم من البيوت، يعني كلهم أبرياء ولا واحد فيهم مسوي له جريمة، وحاجرينهم هم راح يدخلون عليهم الإيرانيين ويصيبون بالكورونا، أنا متأكد. نعم متأكد، والكورونا ما حد جابها علينا غير إيران، ونحن نطلع على أمريكا وإيران. اي والله. نعم، واني اشكرك استاذ رفل، وان شاء الله الله ينصرنا على هالسمرة هاي الكافرة. نعم، شكرا 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 جزيلا لك. أم علي من بغداد تقول يعني كل 100 إلى 200 شخص موجودين بقاوش واحد في السجون العراقية، وكل الدول نطت عفو عام وإحنا نطالب بعفو عام عن المعتقلين، ليش الحكومة ما تعطيهم عفو عام؟ لكن السؤال أنه يعني إلى الحكومة نفسها، أما أريد أسأل يعرفون معنى السجن شنو؟ لا لا، هو السجن نعم عقوبة، لكن هو أكثر مما هو عقوبة أوجد ليكون مركز إصلاحي للمجرمين فقط مو للأبرياء. ألف خط جواها، السجن هو مركز إصلاحي للمجرمين اللي تثبت إدانته. طبعا دا نحكي بالدول المتقدمة اللي بها قضاء، مو دا نحكي بالعراق. لكن هذا السجن اليوم أصبح نقمة على السجناء الموجودين، لأنه 99% من الموجودين بيهم أبرياء. أم عبد الله من بغداد، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام والرحمة والإكرام.
تحية لحضرتك وإلى قناتكم الشريفة ولكل العراق الشريف. حياك الله أختي. أستاذ أجيبك من البيت من الشعر من يعني عفوا. من الشعر بيت نعم. العفو. مرتضى صدر قام بتوزيع سلات غذائية على الإيرانيين في قم. زين مع العلم إحنا الشعب العراقي ناس ما عندهم لا رواتب ومتين من الجوع ويصبرون بشوارع والناس تقوم عملية تكافل اجتماعي بيناتهم هم ينصرهم الأكل وهم ينصرهم المواد اللي ساعدهم على قضاء العيش في هاي الحالة. أستاذ بعدين إحنا يعني يقول لك الحكومة إحنا شنو محتاجين رئيس وزراء؟ هم مرتاحين على هاي الحالة. ماكو داعي إنه رئيس وزراء موجود كسلطة يعني عليا. كل واحد بالحجة وكل واحد بالسياسة يعتبر نفسه هو رئيس وزراء. يعني بعدين بالإضافة لهذا صار هي الحكومة تريد تقتل الشعب، هذا هدف الحكومة قتل الشعب. ليش؟ لأنه التريلات المحملة بالمواد الغذائية ألقت كل المواد الغذائية المستوردة من خارج وين دبتها كلها أمام السيطرات، لأن السيطرات طلبت من عندهم فلوس يلا يدخلون مواد، فما انطوهم فلوس لأن ما شايلين هاي المبالغ الكبيرة. كل المواد نزلوها بالشارع بحيث انه في المنظر مؤلم، يعني نعمه الله بهاي الوضع والعراقي ميت من الجوع. بالاضافه الى هذا استاذ الايرانيين ترى من دي يدخلون، ترى ما يدخلون محبه بالعراق ولا محبه بالعتبات المقدسه، ترى جايين عندهم اشغال. اول شيء احنا كمحافظه تابعه لايران. بالاضافه الى هذا ترى قبل فترة واحد من جرف الصخر للمهجرين الموجودين قالوا يجون الإيرانيين يستثمرون ويأخذون اللي يبيع الكلى مالته واللي يبيع القلب مالته واللي يبيع الأعضاء من جسمه. يعني أصبح العراق يعني حتى أفراده هو استثمار للإيران وإلى يعني الحكومة الإيرانية. بالإضافة إلى هذا ترى إحنا كل أموال العراق أستاذ كلها موجودة في دول أوروبا. ليش؟ لأن طلب رجال الدين والسياسيين لأن بيأخذون عليها كلها هذه يعني فوائد كبيرة. زين حتى مصرف الرافدين أستاذ أطلق إنه أخذ سلفة عن طريق حتى الموبايل، أنتم من هاي الفلوس عندكم وحولتوا كل أموال العراق إلى سلف. زين هذا وين بعد اكو مجال انه انا اسوي مستشفى اسوي مستوصف؟ طيب يعني طيب. كلها راحت اموال العراق، فلهذا ان الحكومه العراقيه هي تريد تقتل الشعب. نعم. تحياتي لك. شكرا شكرا لك ام عبد الله. مشاهدينا الكرام صوتكم متواصل وياكم بس بفاصل قصير. ستة أربعة 2020 صباح الخير جميعا على الشعب العراقي العظيم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. الفيديو اللي شفتوه وراء الفاصل هذا نصب نصب المتظاهرين نصب الثوار لإحياء ذكرى شهداء ثورة تشرين.
صورهم، خوذهم، ملابسهم، نصب حتى ما ننساهم، حتى هم ما ينسوهم. هذا كل شهيد ضحى بدمه وضحى بروحه لأجل هذا البلد تلقون صورته موجودة هنا. هذول في بغداد، باقي المحافظات العدد أكبر. هذا النصب لتكريم الشهداء من المتظاهرين حتى ما ننساهم، وإحنا هم ما نقدر ننساهم ولا نقدر ننسى تضحيتهم لأجل هذا البلد، لأجل بناء وطن، لأجل الخلاص من المحاصصة، الخلاص من الطائفية، الخلاص من الفساد، الخلاص من كل شيء حكيناه قبل الفاصل. كل شيء موجود بالعراق من 2003 إلى اليوم دولة ضحوا بدمهم من أجل أنه نخلص من عنده ونرجع نبني بلدنا من جديد ونرفع علم بلدنا برفعة راس من جديد بين الدول. أبو فيصل، عفواً، أبو فهد من الموصل، حياك الله. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. تحياتي لك أستاذ العزيز، وتحياتي لإذاعتك وقناتكم الكريمة الموقرة. حياك الله أستاذ العزيز، الله يحفظك. اليوم نحن في مدينة الموصل، أنه أنتم ما شاء الله ما تدخلون قطرة وما تدخلون أي شيء، ما تتكلمون به في جميع الأمور الحياة. اليوم نحن رغم هذا منع التجوال وحظر التجوال الذي يحدث في عموم العراق، أنه الناس اليوم تعيش حالة مأساوية صعبة. اليوم الناس ما تتلقى لقمة العيش. اليوم أنا دا أتكلم، أول مرة أتكلم مع هاي قناتكم الكريمة الموقع. نتشرف. يا ريت الله يحفظك، وإن شاء الله يكون طريق دائم ومتواصل وياكم. أخي العزيز، اليوم الناس منقسمة فئتين. الناس خلينا نقول عندها فلوس وعندها رواتب وعندهم تقاعد، وهذا كل شيء رزق من الله. بس اليوم أنتم يا حكومة يعني تقدرون عندكم خلية أزمة، خلية طوارئ. اليوم عندكم يسموها ميزانية، مال ميزانية دفعة الطوارئ. يعني أنتم اليوم تضحكون على الناس بهاي، والله اجمع القسيمة واجمع راح نوفر لكم لكل نفر 30,000 وكذا. زين شو وقت؟ بس إذا عرفوا شو وقت هاي راح تتوفر؟ يعني بعد سنة، سنتين، 3 سنوات. يا أخي الناس تعبت، يعني الناس قاعدة بالبيوت. إذا تسمعني أستاذ واضح؟ نعم. ألو؟ نعم وياك. نعم. فأخي العزيز، هاليوم هاي مناشدة، مناشدة من أنا إنسان مواطن لا أنتمي لأي جهة، أنا مجرد إنسان عراقي أطالب هاي الناس الضمائر الحية. يعني ناس تجي توزع مساعدات مجرد على معدودة، والناس تستمع عليهم، الناس تستمع عليهم فغلط وتصوير ومذلة للشعب. ليش؟ لا. ليش هذا الشعب العراقي صراحة وقت ما أنتم تقولون عليه النظام البائد ومن الأمور هذه، كانوا يوزعون ما 6 أشهر، يوزعون الفاصوليا والحمص والباقلاء والتايت والصابون والشاي والشكر وجميع المواد المفردات. هاليوم نحن 2020، يا أخي تروح للوكيل يقول لك ما الشهر الأول وما الشهر الثاني، ونحن اليوم في شهر الرابع إن شاء الله نيسان، وراح نطلق نيسان، ولحد الآن ما موزعينا ما الشهر الثاني. زين إلى متى نحن الشعب يقطع على هذا الحال؟ يعني نطلع مظاهرات تقولون أنتم علينا التهمة جاهزة وما نريد نذكرها على الجو، ما نطلع ونظل ساكتين، والله تعبنا. يا أخي كافي عاد، نحن كلنا ناس بسطاء، ناس الناس يعني، وبنفس الوقت نحن درسنا وتعبنا وصارنا ليالي وتخرجنا وقاعدين نشتغل اعمال حره. زين نحن الى وقت الى متى نظل بهاي الاشياء؟ بس يعني اليوم بالدول الاوروبيه كل شخص يقعد بالبيت ويجي لي الحجر الصحي، اوكي انت اليوم حطالبني انه اني اقعد بالبيت، اذا انت كمامه ما موفر لي. اليوم انت يا حكومه، يا رئاسه الوزراء، يا محمد الحلبوسي، يا المحافظ، يا النواب اللي انتم تريدون بس فقط بايام الانتخابات تكون على الناس وتطالبون منهم انه يروحون ينتخبوكم. زين انت اليوم نسيت ان اني انتخبك واوصلك في قبه البرلمان. زين انت اليوم غير توقف وياي بهذا اليوم الشده، انا قاعد احكي لك من منطلق انه شخص اليوم اتصل بي من احد الاصدقاء، والله العظيم انه يقول ما عندي لقمه العيش، يعني ما عندي، نفذ الاكل ونفذ الشرب ونفذ كل شيء ما ظلتنا، والصبر هم نفذ. يعني حتى اكو حاله حاليا صارت عندنا خلال هاي منع التجوال انه شخص انتحر بسبب هذه الظروف الماساويه. وهاي الشيء يتحمل اخي دوله، اليوم نحن دوله وعلم ودستور وقانون. طيب. فقط تطبق. نعم.
طيب أنا أعتذر منك أبو فهد، بس الوقت راح يدركني عفوا، وعندي رسائل واتساب كثيرة أرد أحاول أقرأ أكثر عدد من عدد. شكرا شكرا جزيلا لك. أول رسالة وصلتني اليوم تقول السلام عليكم أخوي، أنا أبو عمر من أنبار، نناشد بإطلاق سراح أهالي الرزازة ولا نريد شيء من حكومتنا الجديدة، وشكرا لقناتكم الكريمة. رسالة أخرى، نطالب بالعفو العام عن السجناء وشمول المادة 4 أرهاب، والله أنهم أبرياء فرجوا عن الجميع، ووباء كورونا انتشر داخل السجون وانتشرت أمراض أخرى بسبب سوء الرعاية. رسالة أخرى، السلام عليكم والرحمة والغفران لشهداء ثورة تشرين، وإن شاء الله ربي يفرج عن المعتقلين. لو كل المحافظات يطلعون مثل هذا الرجل الخير من قضاء القاسم ويتكلمون عن أوضاع مدينتهم، ما ظل بعد وجوه لعملاء إيران. وشكرا لكم أخي أفل أبو أحمد من الموصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نور من بغداد، نطالب بالعفو عن المساجين والمعتقلين. العراق الدولة الوحيدة اللي تعتقل المرئية، ونناشد العشائر العراقية بالعفو بخصوص موضوع المرأة العراقية. السلام عليكم أستاذ، تحياتي لكم والكادر، نناشد من قناتكم الموقرة بتوجيهكم بإيقاف الاستقطاعات من المصارف والجمعيات الأهلية من المتقاعدين، والله العظيم حسر علينا العيشة بهاي الظروف. بارك الله بالقناة اللي تنصر المظلومين. محمد الشمري. رسالة أخرى، أرجو من إذاعة الرافدين، والدنا بخطر داخل سجون، والله جثث المساجين مرمية بأرضيات السجون، اليوم ماتوا بسجن سوسة 3 وبسجن كركوك 1 وبسجن 1 في سجن المطار 6، شاهد الله. أخويا أقروها، نطالب بالعفو العام فدوة. أستاذ الفاضل المحترم، الناس تعبت من هالكلام، ولقد طال الحديث عن الحكومة ولماذا تم التعامل كذا وكذا وكذا، وأنتم تعرفون جيدا أن الحكومة هي معينة من قبل إيران، وأن العراق أصبح كما تدعي إيران هي إحدى المحافظات الإيرانية، لذلك لا جدوى من الكلام. المراد منه إصلاح الحكومة، لم يكن بيدها شيء سوى الاستلام راتبها من إيران، لأن أصلا أموال العراق بيد إيران تصرف براحتها. السلام عليكم أخي أفل، معكم أبو محمد من الجزائر، والله أخي ساسة دون ضمير شيء عادي، والله ليكن في علم العراقيين بأنه لا حياة لمن تنادي، هؤلاء ما زالوا متعطشين للدماء الطاهرة بأية وسيلة، والآتي أعظم لك الله يا عراق. رسالة أخرى، السلام عليكم، العفو العام للسجناء خوفا من الوباء، يعني راح يصير موجة جماعي بالسجون، أنطوا عفو عام، دخلوا الفرحة لبيوتنا، الأمهات راح تموت الليل ونهار تبكي على ولدها. السلام عليكم، أنا من الموصل، المنحة عن طريق الوكلاء اللي عنده معتقل ما ينطوا منحة، يعني العائلة كلها ما تستلم، وسبب الوكلاء البطاقة التموينية، هم اللي قشمرون على العالم بهيك سوالف. عندنا اتصال أم حيدر من البصرة. أم حيدر. ألو. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. أخي أنا خبرت على زوجي مسجون، يعني صار له سنتين ونص. سنتين ونص صار له، ومخلص يسمعكم أنت، وهسه نطوا عفو خاص، يعني ليش ما يشملهم؟ والله 4 أطفال عندي أنا، لا حول ولا قوة بالقرآن. وين مسجون أختي العزيزة؟ مسجون هنا بالبصرة بالسجن المركزي، يعني مخلص يسمعكم أنت، وقالوا لي ما مشمول بهذا العفو، يعني شنو ذنب هاي الجرائم؟ بس أنا أشهد هاي الحكومة، 4 أطفال والله العظيم لا راتب، لا معين، الله شاهد علي. نعم. يعني نطالب بالعفو العام، يعني إخراج السجناء، شنو بين بعض الأبطال؟ ضالين ما حد لهم، والله كل ما عدنا ناكل يعني. العفو العام، وصلت الرسالة إن شاء الله أم حيدر، والعالم سمعوا صوتك، وإن شاء الله إن شاء الله يسمعون المسؤولين هذا الصوت. السلام عليكم، أنا من أهل الموصل، أطالب بالعفو العام لأن قرارات اللي جت كلها ما تخص الإرهاب، وأكثر المعتقلين من الموصل تهمتهم 4 إرهاب، وثلاثة أرباعهم مظلومين بسبب المخبر السري، والله أكثر العوائل بس نساء وأطفال باقين بالبيت، الرجال كلهم محبوسين. أنا أم طارق من الموصل، وأتمنى يوصل صوتي نيابة عن أمهات المعتقلين اللي ما يقدرن يوصلن صوتهن. أستاذ أفل، بالنسبة للوضع الصحي بعموم العراق فهو معدوم تماما، هذه المراكز الصحية مهمة للقاحات الأطفال ورعاية الحوامل وغيرها، الناس مضطرة يستعملون هذه المراكز رغم أن مستوياتها متدنية جدا من سنوات طويلة، ولكن أفراد السلطة ما أدري ما يشوفون لو يتجاهلون الوضع. أخوان، لازم الوضع يتغير جذريا، وخلاف ذلك سوف تنتشر الأوبئة والأمراض المعدية، الله يعينك يا شعبنا العراقي.
السلام عليكم أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة لك أستاذ أفل المحترم وللجميع العراقيين. أستاذ أفل، عصابة الخضراء تعتبر كل المعتقلين في سجون العراق عدو له، فلا تترجى من هذه العصابة خير، والعراق قادم على كارثة كبرى على يد هذه العصابة بواسطة هذا الوباء والجوع. لا محال، لا أمل من هذه العصابة في خير للعراق وشعبه، وعلى الشعب أن يأخذ دوره والخلاص منهم. السلام عليكم، أنا أم دانيال، أرجو تفهمون العفو العام شنو شغلته وشنو سالفته. تحية لك أخي أفل. السجون واقعها المؤلم يعود للواجهة لواجهة التعذيب وشايات مخبر سري وكثير أمور، منها التهم الجاهزة بينها أربع أرهاب وغيرها. هذا هو ديدن الحكومات وميليشياتها القذرة. الزرفي سيفشل في اختبار الحكومة، لذلك سيأتيهم يومهم إلى زوال بإذن الله بإرادة ثوار الأبطال. تحية لكادر الرافدين. السلام عليكم أستاذ، أنا أبو عمار من الرمادي، ابني انخطف من سيطرة الرزازة من 2015 والحد الآن ما نعرف مصيره وين هو، ونطالب من قناتكم الشريفة بالمناشدة لمعرفة مصيرهم واللهم أبرياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخي اقرأ رسالتي. اللهم أرنا في من يقف حجر عثرة أمام العفو العام، أرنا فيه يوما أسودا واجعله عبرة للخلق أجمعين. الأحكام كلها ظلم وظلم ورشاوي برشاوي. نواف العتيبي من الرياض، العراق مستعمر ولا يصلح حاله إلا بتحريره أولا، والتاريخ أثبت أن الدول الاستعمارية لا تفهم إلا لغة السلاح والدم، والعراق لن يستقل إلا بسلاح. ماذا تفعل هذا حكم الخميني؟ وللأسف لم يحكم إلا بتأييد أناس محسوبين عراقيين وهم ليسوا قلة، وأولئك لا يرون إشكال في تدمير العراق، فكيف بإهمال المشافي وأنواعها؟ وأما بالنسبة للمعتقلين فليعلم العراقيون أن وأنا مسؤول عن كلامي أمام الله وأقسم على ذلك بأنهم لن يخرجوا أبدا من السجون، لأن دافع بقائهم هو دافع ديني خميني، ومعرفة ذلك خير من الجهل بمعرفته. موضوع المعتقلين يبقى وقف لحين أن يأذن الله بأمر ما لا نعلمه. أخي السلام عليكم، نورت. هاي حكومة غير قادرة على أي خدمة لتفيد المواطن، بس هاي الحكومة قادرة على أن تسرق أموال الشعب. حيا الله ثوار نوار من هولندا. السلام عليكم أخ أفل، عندي اعتقاد أنه عمرة المكون الشيعي ما يبني دولة، وكذلك المكون الكردي ومعهم البرلمانيون السنة العراقيون. السلام عليكم والرحمة، أنا أم كيان من بغداد من خلال قناتكم أناشد بالعفو العام وأريد توصلون رسالتي. السلام عليكم، أنا أم فاطمة من البصرة، أو أنا فاطمة من البصرة عفوا، ما نريد عفو خاص، نريد عفو عام يا برهم صالح يا رئيس الوزراء، نريد عفو عام. أنتم مو أحسن من الله، الله سبحانه وتعالى أرحم منكم. طلعوا السجناء، خلي العراقيات يفرحا، لأن قلب والدة وتريد تفرح بشوفة ابنها أو زوجها أو أخوها. فرجوا عن السجناء الخاطر، الله ما تصيرون مثل صدام حسين، أنت تبيض سجون مع العلم هو أشد وأحد، كان مو مثل هسه الموت مر، الموت مر والدنيا ما تسوى، فكروا الخاطر دموع الأمهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، آخر رسالة أقدر أقرأها. أنا أم عبد الله من العراق، عندي 3 معتقلين، 1 إعدام و2 مؤبد، نطلب بالعفو العام، كافي ظلم، الله ينتقم منكم. وأكو رسائل كثيرة ما أقدر أقرأها لأن الوقت أدركني، أعتذر من السادة المشاهدين. أتمنى الحلقة قد نالت إعجابكم، نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد باكر بصوتكم، في أمان الله.